شيخ صالح، أخونا من اليمن كما تذكرون، هل تنصحونه ببعض الكتب التي يرجع إليها كيما يستفيد منها في الباب الذي سأل عنه؟ الأذكار؟ نعم نعم، فيه كتاب الأذكار للإمام النووي، هو كتاب معروف ومشهور، إن كان لا يخلو من بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال لا بأس بالعمل بها. وكذلك الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فيه الأذكار التي تقال في الصباح والمساء وأدمر صلوات، وكذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وظهرت رسالة أخيرة من تأليف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله في الأذكار أيضا. فعلى السائل وعلى غيره من إخواننا المسلمين أن يقتنوا مثل هذه الكتب. جزاكم الله خيرا. في باب الأحاديث لو تكرمتم شيخ صالح، هل تذكرون شيئا من كتب الأحاديث التي اشتملت على هذه الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي في الأذكار، في الأذكار النووي، وكذلك الكتب التي ذكرنا هي تذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث. وكذلك لو رجع إلى رياض الصالحين للإمام النووي فإنه كتاب جامع يذكر فضائل الأعمال ويذكر الآداب الشرعية ويذكر كل ما ورد في الأذكار النبوية والدعوات وغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.